فكل جيل بيحمل صفات المجتمع بكل عيوبه وكل ميزاته. وكان برضو الجيل اللي انا طلعت فيه بيتكلم انه لما طلع الجيل اللي قبله كان بيسخر منه وكان بيقول عليه جيل متسيب وجيل مفيش الفرق ما بين الجيل هو الفرق ما بين المجتمع وقتها والمجتمع دلوقتي. الحاجه الثانيه مهرجان القاهره بالنسبه لي انا شيء مهم جدا وبالذات كلمه فاتح حمامه لان انا اول مره اتحدث او اتكلم مع مدام فاتح حمامه كان في اتصال تليفوني برفع سماعه التليفون لقيت صوتها هو مميز جدا مدام فاتح فلقيتها بتكلمني وكانت هي رئيسه مهرجان القاهره لجنه التحكيم مهرجان القاهره وكانت بتكلمني لان هي شافت في المهرجان فيلم ديانة اللاجئة وهي فرصه برضه لان انا نسيت اشكر ليلى علوي الحقيقه ليلى علوي لازمتني فتره طويله جدا وكانت منتجه ليا في وقت المنتجين رفضوا ان هم ينتجوا لي ياها اللاجئة فبرضه انا بحييها. المهم مدام فاتن كلمتني وقالت لي يا شريف انا اعجبت جدا 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 بفيلم ياما اللاجئة وانا نفسي ان احنا نشتغل سوا والحقيقه هو مش هياخد جايزه لانه الاعضاء مش قادرين يفهموا الهيومر بتاعه او القفشات الكوميديه بتاعه. وفعلا بعد كده في كاتب جالي وبعته لي على اساس ان احنا نعد مسلسل من سلسله وانا للاسف اعتذرت لان انا ما كنتش حابب ان انا اعمل مسلسل. فقيمه جايزه باسم فاتح حمامه دي عندي انا كبيره جدا.